السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد وفي كورس جديد. هاد فيديو سي بور لي دو اسي ماتيير ماتيماتيك. توحشتكم صراحة، توحشت نصور بحال هكذا. أول نهار في رمضان كنصور لكم كور، دونك كنتمنى تشاهدوا الفيديو كامل، تركزوا معايا مزيان، كاينين بزاف د الحاجات خاصكم تعرفوها بالنسبه لهذا الدرس. درس طبعا جديد عليكم، عمركم ما شفتوا هاد لي فيكتور، هاد ترانسلاسيون. اذا شفتوها كنظن في هذا شفتوها في الابتدائي، وي في الابتدائي، دونك الخامس السادس قريتوا الازاحه. فوالا، دونك اللي بغيت نقول لكم على هاد الدرس بسيط جدا، il suffit انك تكون فاهم الكور، وي تكون فاهم الكور، طبق القواعد. اي فوالا، دونك ما تنساوش تخليو لايك وتبداو تعالى كتبوا لي اي حاجه بغيتوها ونبداو على بركه الله. دونك الكور ديالنا هو فيكتور اي ترانسلاسيون، داكوغ؟ فيكتور اي ترانسلاسيون. دونك اش كتعني فيكتور؟ متجهه، متجهه. دونك غير من الاسم تعرفوا ان اتجاه، دونك متجهه كتحدد لي الاتجاه ديال واحد المستقيم او ديال واحد القطعه. ترانسلاسيون هي الازاحه. دونك شنو هي الازاحه؟ هي ملي كتحاجه كتزيحها على بلاصتها طبعا بمقياس. داك دونك عندي دو شابيتر، شابيتر الاولى او الباراغراف الاولاني غنهضروا على الفيكتور على المتجهه، والباراغراف الثاني غادي نهضروا على ترانسلاسيون على الازاحه. يلا اون باس نتعرفوا على علاش نتعرفوا على لي فيكتور. واخا دونك متجهه، اول حاجه غنشوفوا لي زيليمون دان فيكتور نون نول، العناصر ديال واحد المتجهه غير منعدمه. اش كتعني غير منعدمه؟ يعني تخالف الصفر. شوف واحد المتجهه، شوفوا العناصر ديالها مزيان. دونك ديفينيسيون اي بي دو بوين ديستينك دو بلون، عندي نقط ا و بي مختلفه، نقط مختلفه في لو بلون، يعني في المجال. داكوغ، عندي مثلا ا هنا و ب هنا، مزيانه. داكوغ، دونك لو كوبل دو بوين ا بي ديفيني ان فيكتور كون نوت فيكتور ا بي. دونك الزوج ديال نقط ا اي بي، يعني الزوج ا بي، يعني نقط ا بي اي ديفيني، يعني كتحدد ليا كما فيكتور، بحال واحد المتجهه اللي كنرمزوا لها بالفيكتور ا بي. دونك كنكتب ا بي وتنعمل هنايا واحد الفلاش فوق منها. اشنو كتعني؟ دونك هذه كتعني فيكتور ا بي، متجهه ا بي. داكو، سي زيليمون سو. دونك غادي نتعرفوا على لي زيليمون دو فيكتور ا بي. بالنسبه لي زيليمون عندي 3 زيليمون، داكوغ؟ شوفوهم. اول حاجه هو ديريكسيون، يعني الاتجاه. ديريكسيون الاتجاه، اي لا دروات ا بي. دونك الاتجاه ديال المتجهه ا بي هو الاتجاه ديال المستقيم ا بي. داكوغ، دونك من ا ل بي. بالنسبه لو سونس اللي هو المنحه، دونك المنحه كنحددوش من ا ل بي اولا من بي ل ا، مزيان. دونك اي لو سونس دو دومي دروات ا بي، دونك لو ا فيغ بي، مزيان. دونك المنحه هو منحه نصف المستقيم ا بي. دونك بالنسبه للنصف المستقيم كيكون محدد ليا من ا وما محددش ليا من بي. داكوغ، دونك هذا دومي دروات، نصف مستقيم. دونك المنحه ديال المتجهه هو المنحه ديال نصف المستقيم ا بي، دونك من ا نحو بي، دو ا فيغ بي، مزيان. نورم اولا المودول، يعني المعيار، اولا دابا هو عنده اتجاه والمنحه والمنظم. داكوغ، باقيك عاقله داكشي اللي قرينا بالعربيه. دونك الاتجاه والمنحه والمنظم اولا المعيار. المنظم اولا المعيار كنعني به المسافه، اونتر بارونتيز عقلوا عليها. دونك اي لا ديستانس، فوالا لا ديستانس، اولا لونغور ا بي. دونك المتجهه ا بي شحال كتساوي ليا، مفهومه؟ مزيان. اللي خاصكم حاجات اخرين تعرفوهم، لو بوين ا اي ابيلي اوريجين دو فيكتور ا بي. دونك عندي ا بي، دونك هاد النقطه الاولانيه كتسمى هي اصل المتجهه، اصل المتجهه. دونك انا الا عندي فيكتور ا بي، المتجهه ا بي، اذا اصل المتجهه ا بي هي النقطه ا، مزيان. Le point B est appelé extrémité de AB. L'extrémité, il y a une nihaye de AB. D'accord? Voilà.
دونك هذا لوريجين وهذا الطرف ليكستريميتي دو ا بي. نشوفوا فيغور جيومتريك بالنسبه هندسيا كيفاش كنا نديروا نرسموا هذه المتجهه ا بي. اون كونسيدير لا فيغور سويفونت. دونك ا بي ايت ان فيكتور. دونك فيكتور ا بي ايت يعني ا بي ايت ان فيكتور يعني ا بي واحد المتجهه. دونك كيفاش كندير نرمز اولا نرسم المتجهه؟ دائما كنحددها بالبوان ا اللي كيكون لوريجين ديال الفيكتور فير ليكستريميتي دو فيكتور اللي هي بي، و تنعمل الفلاش بحال هكا. دونك هذه هي فيكتور ا بي. جيسبر تكون مفهومه. اون باس. دونك اون باس دابا شنو غادي نتعرفوا على الفيكتور نول، على المتجهه المنعدمه اللي كتساوي ليا زيرو. داكو. دونك ديفينيسيون لو فيكتور ا فيكتور ا كاين متجهه ا متجهه بي بي متجهه سي سي. داكو. نا با دو ديريكسيون يعني ما عندهاش اتجاه. دونك هي كتبدا ب ا ياك وكتسالي في ا. نا با دو سونس ما عندهاش المنحه اي دو نورم زيرو والمسافه ديالها ولا المعيار ديالها ايكالا زيرو. On l'appelle vecteur nul et on note donc vecteur AAB égale à vecteur nul. Et dans le متجهة AA, qu'est-ce qu'il y a متجهة منعدمة. D'accord. Ma عندهاش direction, ma عندهاش sens, ma عندهاش norme, donc qu'est-ce qu'il y a zéro. Mfhouma. Donc, تبعوا معايا. واحد remarque. Si مثلا فيكتور ا بي ايغالا فيكتور نول، الا عندي مثلا متجهه ا بي كتساوي ليا متجهه منعدمه يعني كتساوي ليا زيرو. سي دادير لي بوين ا اي بي سون كونفوندي. كتعني كونفوندي يعني متطابقان. داكوغ. دونك ا مطابقه ليا مع بي، دونك غادي يساويو ليا متجهه منعدمه. دونك تفهمات شنو كتعني متجهه منعدمه؟ هي اللي كتساوي ليا صفر، وغالبا كتكون هي الحرف النقطه اللي كتعاود جوج المرات ا ا بي بي سي سي دي دي ام ام ان ان ار ار ك ك اس اس. داكوغ. دونك اللي كتعاود ليا بزاف. داكوغ. دونك ندوزو دابا لوبوزي. لوبوزي دان فيكتور. لوبوزي دان فيكتور يعني هو المقلوب ديال المتجهه، مقلوب ولا مقابل، مقابل المتجهه. دونك ديفينيسيون عندي ا اي بي دو بوين دو بلون اون ا. دونك الى جمعت لا سوم دو دو فيكتور اوبوزي دونك غتساوي ليا فيكتور نول. عندي فيكتور ا بي بلس فيكتور بي ا ايغال ا فيكتور نول. يعني الى جمعت متجهه والمقابل ديالها غتساوي ليا صفر. داكوغ. Le vecteur BA s'appelle opposé du vecteur AB. Donc BA كتسمى ليا المقابل ديال المتجهة AB. Et on écrit AB. لاحظوا معايا، عقلوا مزيان على هاد المسألة هادي. إلا عندي فيكتور AB راه كتساوي ليا موان فيكتور BA. شي إلا قلبت هاد جوج خاصني نعمل الموان. عقلوا على هاد الملاحظة. إلا قلبت هاد جوج، إلا مشيت بحال هكذا عندي AB، ولا بغيت نقلب راه غتساوي ليا موان بي ا موان فيكتور موان فيكتور موان بي ا. داكوغ. فوالا. دونك فيغور جيومتريك اون ا دونك كيف ما قلنا فيكتور بي ا ايغال موان فيكتور فيكتور ا بي ايغال موان فيكتور بي ا. فوالا شوفوا ليا الشكل. داكوغ. دونك ها هي عندي سيغمون ا بي. إلا مشيت من A لB دونك فيكتور بي A، و إلا مشيت من B ل A دونك فيكتور بي A. ياك قلت هادي A بي و قلت هادي بي A. مزيان. إذا جمعتهم غيساويو ليا متجهة منعدمة فيكتور نول، و إلا ساويتهم دونك فيكتور A بي إيكالا موان فيكتور بي A. فوالا هادي مهمة بزاف. إي أون باس. دوك أون باس deuxième paragraphe شنو غادي نشوفو؟ égalité de deux vecteurs تساوي متجهتين. داكوغ. فوقاش كنقولو ان متجهتين جوج متساويين؟ مزيان. دونك ديفينيسيون deux vecteurs sont égaux يعني جوج ديال المتجهات كيتساواو ليا s'ils ont كاينين شروط. اذا كان عندهم شنو؟ ثلاثه الحاجات. ميم ديريكسيون نفس الاتجاه، ميم سونس نفس المنحة، ميم نورم نفس المعيار أو المنظم. ثلاثة شروط.
داكوغ. اوترومون دي يعني بصيغه اخرى نقدر نقول فيكتور ا بي ايغال ا فيكتور سي تي سي اذا فيكتور ا بي و فيكتور سي تي زون ميم ديريكسيون يعني عندهم نفس الاتجاه سيتادير ا بي باراليل ا سي تي وهذه مهمه كنحتاجوها بزاف في الديمونستراسيون مي كيكونوا عندي دو دروات كي سون باراليل متوازيين ف لي دو فيكتور كيكون عندهم ميم ديريكسيون نفس الاتجاه مزيان فيكتور ا بي فيكتور سي تي زون ميم سونس عندهم نفس المنحى يعني كيمشيو ليا يا على اليمين يا على اليسار يا بجوجهم الفوق يا بجوجهم لتحت اولا بجوجهم مايلين المهم نفس المنحى مزيان فيكتور ا بي فيكتور سي تي زون ميم نورم اولا لونغور المسافه سي تادير دونك مي كنبغي نعبر على المسافه ما كنعملش الفيكتور عقلوا عاوتاني تاع على هذه دونك سي تادير يعني بمعنى ان ا بي ايغال ا سي تي يعني هنا كنهضروا على المسافه كنقدر نكمل ونعمل 3 سنتيمتر مثلا دونك اللي كنبغي بالنسبه للمنظم او للمعيار او لا نورم ما كنعملش الفيكتور عقلوا عليها عافاكم دونك فيغور جيومتريك هندسيان اون ا بي ايغال ا سي تي يعني بحال هكذا عندهم نفس المنحى نفس الاتجاه ونفس المنظم ميم سونس ميم ديريكسيون و ميم نورم كتلقى عاوتاني الا كان هذه فيها 5 سنتيمتر حتى هذه 5 سنتيمتر كتبدا لوريجين ا وهنايا وهذا الفيكتور عندها لوريجين سي ها هي ها هي شنو عاوتاني عندهم الميم سونس والميم ديريكسيون داكوغ اون باس دونك اون كونتينيو كاينين دي بروبريتي مهمين بزاف بروبريتي امبورطونت مزيان الا قلت لك ان الفيكتور ا بي ايغال ا فيكتور دي سي سينيفي كو ا بي سي اي باراليلوغرام كيدل اولا كيعني ان الرباعي ا بي سي تي فهو متوازي الاضلاع داكوغ متوازي الاضلاع باراليلوغرام وإلا قلت لك عاود أن الفيكتور ا بي إيغال ا فيكتور دي سي سينيفي كو لي سيغمون ا بي إي بي سي زون ميم ميليو دونك هنايا ا بي هانتوما هاو في الشكل شوفوا في الشكل في السطر الأولاني ا بي هاهي و دي سي هاهي إلا كانو كيتساواو فإن الرباعي ا بي سي دي متوازي الأضلاع هادي تشيك مزيانة دوزو الثانية إلا كان سيغمون ا بي كيساوي ليا سيغمون دي سي كيعني ليا حاجة أخرى أن القطعة أو القطعتين ا سي هاد ا سي هادا و بي دي هاد بي عندهم لو ميم ميليو اللي هو او هادو جوج ديال المعلومات ودي خاصيات مهمين اللي خصكم فوقاش تعرفوهم خصكم اولا زعما ماشي علاش ماشي فوقاش تعرفوهم ولكن علاش تعرفوهم باش توظفوهم في الديمونستراسيون داكوغ مي كيقول لك مثلا ديمونتري كو لو كوادريلاتير اي باراليلوغرام فوالا دونك فيغور جيومتريك عندي ا بي سي دي ايت ان باراليلوغرام دونك عندي ا بي سي متوازي الاضلاع دونك ا بي ايغال فيكتور طبعا فيكتور ا بي ايغال فيكتور دي سي وعندي الفيكتور ا دي ايغال فيكتور بي سي هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي لي دياغونال شنو هما لي دياغونال تري بيان هما القطرين القطرين هو القطرين ا سي و بي تي زون ميم ميليو عندهم نفس المنتصف اللي هو او مزيان نشوف واحد لابليكاسيون تطبيق عندي سوا ا بي سي تاع تريونغل دونك انا نرسم تريونغل كيف ما بغا يكون مادام ما حددوش ليا واش تريونغل ريكتانغل واش ايزوسيل ما حددوش ليا دونك نعمل واحد المثلث ها هو فوالا دونك عندي ا بي سي مزيان دونك سوا ا بي سي ان تريونغل كونستروير لو بوين او يعني انشئ النقطه او او بحيث ا او ايغال ا بي سي فين هي بي سي ها هي دونك ها هي بي سي هادي بي سي مزيان خصها تساوي ليا ا او دونك لوريجين الاصل هو ا او ها هو
A و B دونك لوريجين B و لوريجين A خص يكون عندهم نفس المنحى نفس الاتجاه وعندهم نفس المنظم اولا نفس المعيار اولا نفس المسافه. دونك الحاله هذه خصني نخدم بيركار وبيركار ما كيخدمش ليا في الطون. دونك غنوريكم غير الطريقه وغادي نحطها تقريبيه وصافي. شنو تندير؟ عقلوا على الخطوات. كناخذ بي سي ميزور ديال بي سي وكنمشي ل ا وكنعمل شريطه مزيان وكناخذ ا بي وكنمشي ل سي وكنعمل شريط. هذيك هذوك جوج شريطات اللي غيتلاقاو ليا هذيك هي النقطه او بلاتي نجرب نديرها غير تقريبيه وصافي. دونك انا من بحال هكا دونك عندي هذه ونطلع اوب حيت خصهم يكونوا متوازيين ياك. ونشوف هذه شحال فيها 17 حتى هذه خصها تكون 17 خاصها توصل لي حتى لهنا. دونك ها هي او داكا. هانتوما عندي فيكتور بي سي ايغال ا فيكتور ا او مزيانه مفهومه داكا. دونك الاولى خدمناها مزيان. قالك ديتيرميني حدد ليا لا ناتور دو كوادريلاتير ا بي سي او حدد ليا طبيعه الرباعي ا بي سي او. دونك في نظركم شنو غيكون؟ عندي هذه كتساوي هذه عندي هذه كتساوي هذه ياك. دونك باراليلوغرام. دونك اون لي دوني شنو عندنا؟ عندنا هذه ا او كتساوي ليا بي سي دونك ا بي سي او باراليلوغرام. اي فوالا سالي داكوغ اون باس. باقي الدرس طويل. دونك تخوازيام باراغراف سوم دو دو فيكتور سوم دو دو فيكتور يعني مجموع متجهتين داكوغ. On dit que le vecteur AC est la somme de deux vecteurs AB et AD si ABCD est un parallélogramme. Idem. Idem, non. Rubai ABCD. Moutawazil Adla. Fa'inna. AB. Moutajiha AB. Zaid. Moutajiha AD. Katsawiliel Moutajiha AC. D'accord? Voilà. Figure géométrique. Clolia. Afakum. Hadi. Darori. Mal parallélogramme. Parallélogramme. D'accord? Donc ABCD est un parallélogramme. Donc نشوفوا معايا مزيان. AB هادي دائما plus AD شنو كتساوي ليا؟ AC دائما في اي parallélogramme. Et on a aussi يعني نقدر نبدل الاتجاهات. عندي BA BA plus BC شنو غتساوي ليا؟ BD ياك مزيان. عندي CB plus CD شنو غتساوي ليا؟ CA ياك. عندي DA plus DC شنو غتساوي ليا؟ DB. داكوغ جيسبيغ تكون مفهومة هاد الباراغراف. اون باس كملو. لاحظوا معايا فقرة مهمة عرفتي اللي مكملش معايا الفيديو فهمتوا؟ هاد فقرة مهمة كتحطوا فيها بزاف ديال لي زيكزيرسيس وسهله بسيطه كتسمى بعلاقه شال. علاقه شال غولاسيون دو شال. شال هذا شي عالم رياضي بالتاكيد اللي عمل لي هاد العلاقه هادي داكا. فوالا دونك عندي ا بي اي سي بوين دو بلون. اون ا فيكتور ا بي بلس فيكتور بي سي ايغال ا فيكتور ا سي. كيفاش عملنا لها؟ دونك هادي هي علاقه شال. نعطيكم واحد الشرح خاص بيا. دائما بالنسبه للفيكتور كنشوفوا غير لا سوم. الا لاحظتوا عملنا الفقره سوم دو دو فيكتور ما عملناش اديسيون دو دو فيكتور. دائما كاين غير الموجب في لي فيكتور كاين غير الموجب. زيد راه كيعطيو السالب. السالب قلب وبدل ليها السين صافي. دونك كتكون عندي بلس قبل من البلس ومن بعد البلس
كيكون عندي ميم بوين نفس النقطه شنو تندير؟ كنحيدهم. شنو تيبقى لي؟ اسي. هذه هي علاقه شارل. الى عطيتك مثلا دي سي بلوس 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 سي كا شحال تساوي لي؟ فيكتور دي كا. هاي البلوس عندي السي قبل والسي من بعد كيمشيو كتبقى لي دي كا. هذه هي علاقه شارل. مزيان. دونك فيغور جيومتريك ا بي بلوس بي سي ايكال ا سي يعني كتعني لي ها هو عندي يعني ا بي بلوس بي سي كتعني لي ا سي داكا. دونك ا بي بلوس بي سي كتعني لي ا سي. مزيان. نشوفو اكزامبل. دونك غالبا في الاكزامبل شنو تيقول لك؟ تيقول لك سامبليفي بسط ليا بسط لي هادي. داكوغ. الى هادي نجيبوها حدا هادي الجمع تبادلي كيمكن لي نقلب ليهم لي بلاص ديالهم الاماكن ديالهم. ما بدلت والو. علاش يا استاذه بدلتي؟ غنقول لكم علاش بدلت. باش ها هو البلوس تجي عاده النقطه قبل هي النقطه اللي من بعد. دونك كنضرب عليهم علاقة شارل. شنو كتبقى لي؟ او جي او جي بلس جي او. كذلك هنا غنستعمل علاقة شارل. ها هو البلس عندي قبل من بلس جي ومن بعد بلس جي كنحيدهم. شنو كتبقى لي؟ او او. وهاد الفيكتور او او شحال كتساوي لي؟ متجهة منعدمة فيكتور نول. صافي شفتو هادي كامله كتساوي ليها فيكتور نو. نجيو لهنا اون فوا نشوف الموان قبل ما نبدل لهم البلايص كنبدل الاشاره كيصبح ليا شنو؟ غنخدم هنا فيكتور ا بي بلس الفيكتور دي بي بلس فيكتور سي ا بلس فيكتور بي سي. مزيان. داك شنو نقدر حاجه نجيبها حتى هادي نجيبها هي الاولى نحط حداها هادي نجيب هادي. دابا مع الممارسه تبقاو تخدموا بزاف تمارين تبقاو تعرفوا كيفاش نبقى نحولهم بلايصهم باش يجيو داك الزائد اللي العدد النقطه اللي قبل هي النقطه اللي من بعد. دونك حطيت هادي وحطيت هادي وحطيت هادي بقات لي هادي. يلا لاحظوا هنايا غنستعمل علاقه شارل كاينه ولا ما كايناش؟ مشات لي ا مع ا قالت لي سي بي فيكتور. كمل هذه كامله عاود هنا شنو غنستعمل؟ علاقه شارل كاينه ولا ما كايناش؟ مشات لي بي مع بي غتبقى لي فيكتور سي سي بلس دي بي فيكتور سي سي اصلا كتساوي ليا متجهه منعدمه فيكتور نول بلس دي بي. دونك كتساوي ليا دي بي بوحديتها. شفتوا كيفاش كان سامبليفي من هادي لهادي؟ ما ديوش على الكتابه راه حتى معوجه لان واقفه عوجه وكاتبه عوجه. داكوغ. بحال هاد لابليكاسيون كيتحطوا بزاف في الامتحانات وغادي نخدموهم ان شاء الله اون باس. واخيرا اخر بروبريتي بالنسبه للفيكتور عاد باش ندوزو للترانسلاسيون. الترانسلاسيون ما كاينش ما فيهاش بزاف ما يتقال واحد الفقره غادي نشرحها لكم خفان زربان سهله. دونك بروبريتي كتقول ا بي فيكتور ا بي اي فيكتور ا ان نومبر انتي ناتوريل. دونك ا عدد صحيح طبيعي اون. دونك ا بي فيكتور ا بي بلس فيكتور ا بي شحال تعطيني؟ دو فيكتور ا بي معروفين فوالا. و الى تعاودوا ثلاث المرات 3 فيكتور ا بي الى المهم هذيك ا اللي كتكون قبل من الفيكتور كتعني ليا هذاك الفيكتور شحال تعاودت من مره. طبعا خصو يكون البلوس هذه اللي خصكم تعرفوها حيت هذه مهمه حتى هي كنحتاجوها في التمارين. بالنسبه للغومارك لواحد ملاحظه بوغ سومي 3 فيكتور او بلوس باش نجمع ثلاثه ديال لي فيكتور اولا اكثر شنو غندير؟ On additionne deux vecteurs parmi eux. Kenjmo bada juste bjouj. Fimtou? Juste bjouj. Et on ajoute à leur somme le troisième vecteur.
وديك جوج اللي كنجمعهم كنزيد عليهم الثالث، عاوتاني ديك جوج كنجمعهم ونزيد عليهم الرابع، عاوتاني ديك جوج هكا كنمشي. داكوغ؟ Cela en utilisant la translation pour appliquer la relation de Charles. طبعا دو شال، طبعا كنستعمل باش نحسب كنستعمل شنو علاقة شال. المهم فقرة بسيطة ولكن مهمة. يلا اون باس لا ترانسلاسيون، يعني هي الإزاحة. إزاحة يعني كتحرك تزيحوني عن الطريق. دونك اون باس لا ترانسلاسيون، غنشوفو واحد لاكتيفيتي باش تفهمو كتر. داكوغ؟ عندي A, B et M 3 points du plan. D'accord. A ou B ou M عندي 3 ديال النقط في المستوى. Construire dans chaque cas le point et prime tel que. Donc خاصني نشأ النقطة M prime بحيث المتجهة AB خاصها تكون كتساوي ليا المتجهة MM prime. بالنسبة لا كونستركسيون يعني إنشاء نقطة كاينين دو كا. بروميير كا ملي كيكونوا لي بوين اليني، اش كيعني بوين اليني؟ يعني نقاط مستقيميه في نفس المستقيم. دوزيام كا بوين نو اليني، يعني نقاط غير مستقيميه. دونك كنمشي للفيكتور اللي ديجا عندي. دونك الفيكتور اللي ديجا عندي هي ابي. ابي خصني انا ام ام بريم. دونك فين هو لوريجين ديال الفيكتور؟ الاصل ديال الفيكتور هو ا او ام. دونك ها هو الاصل، هذا ا والاصل ديال ام. نفس الاتجاه خصو يمشي ليا دو غوش فيغ دووات، وخصني نفس المسافه. كناخذ المسافه كامله وكنعاود نحطها بحال هكذا. دونك هذه هي ام بريم. دونك ا بي ايغال ا ام اي بريم. جيسبر تكون مفهومه. غنمشي لي بوانو اليني. عندي ا بي ياك، ا بي ها هي، وانا بغيت دونك لوريجين هو ا وهنايا هو ام، نفس المنحه دو غوش فيغ دووات ونفس المسافه. هي نفس المسافه بحال هكا ام، وهو غادي يكون باراليلوغرام. داكوغ؟ فوالا، هذا رسم غير تقريبي. دونك دون شاكان دي كا، في كل حاله من هاد الحالات، اون دي كو لو بوان ام ام بريم اي ليماج دو بوان ام بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. ركزوا مزيان، الا فهمتوا هاد الجمله صافي فهمتوا لا ترانسلاسيون. دونك كنقولوا ان ام بريم هي الصوره ديال ام بالازاحه ا بي. لو بوين ام بريم اي ليماج دو بوين ام بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. دونك بحال جديد هاد ا بي وزحتها درت لها الازاحه هبطتها باش تقدر ندير ام بريم. كذلك هنا هي ا بي زحتها بحال هكا باش عطاتني. دونك دائما ام بريم كتعتبر الصوره ليماج ديال ام بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. داكوغ؟ اون باس. دونك اون باس اخر حاجه ديفينيسيون. دونك قال لك فيكتور ا بي ايت ان فيكتور، دونك ا بي ايت ان فيكتور نون نول. داكوغ؟ ا بي متجهه غير منعدمه. لو بوين ام بريم اي ليماج دو بوين ام بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. دونك عندي النقطة ام بريم هي صورة ديال النقطة ام بالازاحة ديال المتجهة ا بي، او بيان كي ترانسفورم ا او بي التي تحول ا الى بي. سينيفي كو كتبين لي بلي دوما الجملة اش كتبين لي؟ ان الفيكتور ام اي بريم ايكال فيكتور ا بي. مزيانة. وتاني حاجة كتبين لي بلي الكوادريلاتير ا بي ام بريم ام اي باراليلوغرام، دونك متوازي الاضلاع. ميثود دو كونستركسيون يعني طريقة ديال الرسم او النشء ديال فوالا. دونك عندي ا بي دو بوان دو بلون، جوج نقط في المستوى من المستوى. دونك ام بوان دو بلون لو بوان ام بريم اي ليماج دو بوان ام بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. عرفناها، معلومة مهمة جدا. فوالا. دونك الا كانت ام ابارتيان على دروات ا بي، يعني الا كانت ام كتنتمي ليا المستقيم ا بي، دونك غيكونوا ثلاثه بهم نقط مستقيميه. سينيفي كو فوالا الوغ ام بريم فوالا بديتي نكتب افكاري. دونك اذا عندنا النقطه ام كتنتمي ليا ا بي، اذا ام بريم حتى هي غتكون كتنتمي ليا ا بي. للدوات ماشي للسيغمون تيل كو ا بي ايغال ام ام بريم.
واذا كانت النقطة ام ما كتنتميش ليا المستقيم ا بي دونك حتى ام بريم ما غتكونش كتنتمي ليا ا بي دونك الكوادريلاتير كيف غادي يكون الرباعي غادي يكون متوازي الاضلاع باراليلوغرام ا بي ام ام بريم داكور فوالا دونك بهذا كنكونوا سالينا اولا ا بي ام بريم ام فوالا دونك بهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا واخيرا او ماي جاد ثلاث سوايع وانا كنصور غتلقاو في الاخر فيه شي نص ساعه نتوما عارفين مع الكتابه ومساح وصور وهذا الله يجعل كل شيء بالاجر يا ربي دونك بالتوفيق لكم جميعا تلقاو فيديو قبيله ان شاء الله دمتم في رعايه الله.